فاقتنص الزمالك بطاقة التأهل لنهائي كاس مصر بعدما حقق فوز صعب على حساب نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 امبارح الحد على ملعب الإسماعيلية في دور نصف النهائي في البطولة. سجل للزمالك مهاجمه الصاعد مصطفى محمد في الدقيقة 99 خلال المباراة اللي امتدت ل 120 دقيقة بعدما انتهى وقتها الأصلي بالتعادل السلبي علشان يصعد الفريق الأبيض إلى نهائي البطولة واللي بيحمل لقبها وبينتظر مواجهة الفايز من لقاء بيراميدز وبتروجيت. المباراة شهدت تفوق واضح للزمالك والعديد من الفرص الضائعة للفريق الأبيض في ظل تألق لافت لحارس الاتحاد السكندري عماد السيد المنضم مؤخرا من نادي الزمالك. أكيد المباراة كل اللي تابعها شاف قد إيه كان فيه لنادي الزمالك فرص كتيرة جدا من انطلاقة المباراة، وكان لاعبي نادي الزمالك بيوصلوا بشكل كبير. العارضة كانت حتى في فرص كتيرة جدا كانت واقفة مع نادي الاتحاد السكندري. لكن بشكل عام بقى لو هنتكلم عن نقطتين، فهو المدير الفني السربي ميتشو لنادي الزمالك واللي بيأكد مع كل خطوة بياخدها كده مع نادي الزمالك وكل مباراة بياخدها مع الفريق الأبيض إن هو بيكسب ثقة الجماهير وبيأدي اللي مطلوب عليه وقادر يوظف النجوم الكتيرة اللي عنده في قائمته بشكل جيد جدا ويستفيد منهم كلهم، وتغييراته في معظم المباريات كانت بتحدث الفارق. أكيد كمان مصطفى محمد من أبرز نجوم نادي الزمالك اللي ظاهرين في الفترة اللي فاتت، وكل حتى ما بينزل بديل بيكون بديل مؤثر وبيسجل الأهداف، وأكيد هو صاحب الهدف الأهم امبارح، هدف اللي خلى نادي الزمالك يتأهل إلى نهائي كاس مصر. على الصعيد الآخر كمان عماد السيد حارس مرمى نادي الزمالك سابقا الاتحاد السكندري حاليا امبارح كان لافت جدا للانظار وهو من العناصر الاساسيه اللي خلت المباراه تنتهي بهدف واحد فقط لنادي الزمالك، مع ان كان في فرص كثيره جدا وانفرادات كثيره كان بيوصل بيها لاعبو نادي الزمالك لمرمى الاتحاد السكندري، ولكن ما كانوش بيقدروا يترجموها لاهداف بتهز الشباك، وده بسبب التالق الكبير اللي كان عامله عماد السيد امبارح في مباراه أداها بشكل عظيم جدا. كان حارس المرمى امبارح عماد السيد هو من العناصر الأساسية اللي خلت المباراة تنتهي بسكور بسيط كده، وصلت انفرادات 2 و3 على عماد السيد قدر ان هو يتعامل معاهم بنجاح كبير جدا، ما كانش فيه تقصير حتى من لاعبو نادي الزمالك اللي كانوا بيوصلوا للمرمى، ولكن هو كان امبارح في فورمة عالية جدا وتألق كبير جدا قدر ان هو يكون فيه في مباراة بكل تأكيد صعبة والضغوط والحسابات فيها بتكون مختلفة، ولكن دايما الحافز بيكون كبير لما بتكون بتلعب قصاد فريقك السابق، تحاول تظهر في المباراة دي بأفضل شكل ممكن، ودي حاجة جيدة مش حاجة تتحسب على لاعب لما رحل عن فريقه ان هو أصبح بيلعب بشكل جيد، بل بالعكس دي حاجه عظيمه جدا ان انت دايما يكون كلاعب كوره كده في حاجات بتديك الحافز ان انت تتحرك، ان انت تدوس على نفسك، ان انت تتعب اكتر، ان انت تأدي بشكل اكتر، تموت نفسك. كل الحاجات ديت شفناها امبارح، عماد السيد كان واحد من نجوم لقاء امبارح حتى بالرغم من خروج نادي الاتحاد السكندري، ولكن بيبقى هو من الاسماء اللي كانت رنانه في مباراه امبارح طبعا بجانب مصطفى محمد اللي اكد واثبت وجوده سواء مع المنتخب الاولمبي اللي اكيد هيكون ليه دور مع الكابتن شوقي غريب، وكمان الاعين والانظار متجهه اليه، ليه ما يكونش هو منضم كمان لمنتخب مصر الاول لكره القدم ونشوف هيقدر يقدم ايه معاهم، في ظل ان احنا بنتكلم دايما على السترايكر الصريح وازمه تواجده في مصر في الوقت الحالي.